متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الخاصة الثالثة بشأن الحالة المدارية السائدة حاليا في منطقة بحر العرب والتي تؤثر على أجزاء من سلطنة عمان. هذه الحالة المدارية التي تعتبر الأولى لهذا الموسم المداري، الموسم الذي يحدث في بحر العرب. طبعا نبدأ هذه النشرة الجوية بمعرفة آخر الرصدات الجوية السائدة حاليا في منطقة بحر العرب. كما نلاحظ أيضا تشكل ووجود كميات كبيرة من السحب والغيوم كما تلاحظون في المنطقة المحاذية لسواحل سلطنة عمان، تحديدا تلك المطلة من محافظة ظفار على منطقة بحر العرب. وأيضا تشتهر طبعا هذه المحافظة بمدينة صلالة والتي استقبلت كميات كبيرة من الأمطار والهطولات المطرية تجاوزت 100 مليمتر في العديد من المناطق، وهي كميات شديدة جدا. طبعا التصنيف الحالي لهذا المنخفض هو منخفض مداري عميق، هل هو مرشح للتطور أكثر؟ نبقى ما زلنا في طور المراقبة. ما بيبقى هذا المنخفض المداري في منطقة جدا حساسة، حيث أنه يتواجد على السواحل تقريبا أو بالقرب من السواحل، وبالتالي فإنه مرشح للتطور ما دام يبقى في سطح البحر، أما إذا دخل إلى الداخل فيصبح أكثر عرضة لأنه يتراجع بشكل عام. إذا وجدنا الموقع فإن موقعه هو جنوب غرب صلالة، وآخر المعلومات الجوية حوله أن الضغط الجوي تقريبا يبلغ في مركزه 1001 ملي بار. الحقيقة كان في ساعات الصباح 995 ارتفع قين الضغط الجوي، وبالتالي هناك تأرجح في حالة هذا المنخفض المداري. الحركة هي شمالية غربية ببطء شديد، وسرعة الرياح تبلغ ما بين 25 إلى 30 عقدة، أي ما يقارب 60 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن سوية وإياكم ما هي التوقعات الجوية المرافقة لهذا المنخفض المداري العميق وتوقعات المحاكاة الحاسوبية. نبدأها بالمركز الأوروبي والذي يشير إلى أن هذه المناطق جميعها عرضة للتعرض لهذا النشاط المداري على شكل منخفض مداري يدخل إلى داخل السلطنة مع ساعات الليل المتأخرة من هذه الليلة وصباح يوم غد، وبالتالي يتوقع أن تعرض محافظة ظفار بما فيها مدينة صلالة والعديد من الأجزاء إلى هطول لأمطار شديدة الغزارة تبلغ مئات المليمترات في تلك المناطق، مهددة بحدوث جريان كبير للأودية وتشكل السيول في جميع هذه المناطق. على أن يتوجه ذلك المنخفض غربا باتجاه المهرة في اليمن والمناطق الشرقية من اليمن، ويتحرك لاحقا إلى أواسط الأراضي اليمنية، جالبا معه كميات شديدة جدا من الأمطار وغزيرة في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. كميات الأمطار كما تلاحظون عالية جدا، إذ تشير إلى أن المناطق تطلع على بحر العرب تلك مثل صلالة قد تستقبل حتى كميات تتجاوز 200 و300 مليمتر، وذلك يعادل مواسم مطرية في مدن عربية لمدة عام سيخطر خلال يوم أو يومين في هذه المناطق، وتدخل هذه الأمطار إلى كامل مناطق محافظة ظفار وتتحرك باتجاه الغرب لتشمل أجزاء واسعة من الأراضي الشرقية اليمنية، وذلك يعني أن جميع هذه المناطق مهددة بأن تحدث بها فيضانات كبيرة وتشكل للسيول وجريان الأودية بشكل يهدد الحياة في جميع هذه المناطق، وبالتالي يجب على الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المراكز الحكومية، وبالآخر أيضا يجب دائما متابعة ما يصدر من مراكز إدارة الأزمات الحكومية في كل من هذه الدول. إذا انتقلنا إلى المحاكاة الحاسوبية للمركز الأمريكي، فنشاهد أن جميع المحاكاة ويعني الحسابات الحاسوبية تشير ذات السياق أن ذلك المنخفض المداري العميق سيتعمق قليلا ويدخل باتجاه داخل الأراضي العمانية. ربما المركز الأوروبي يرى المسار أكثر باتجاه داخل أو وسط محافظة ظفار ثم يتحرك باتجاه الغرب باتجاه الأراضي اليمنية، إنما المركز الأمريكي يتوقع دخول ذلك المنخفض المداري العميق بالقرب وبمحاذاة صلالة، ومن ثم دخوله باتجاه شرق الأراضي اليمنية، ثم يتحرك كما هو سائر المحاكاة الحاسوبية باتجاه وسط الأراضي اليمنية، وأيضا يحمل ذات السياق كمية ضخمة جدا من الأمطار مئات المليمترات ستكون على مناطق صلالة ومن ثم أجزاء من محافظة ظفار ثم الأجزاء الشرقية من اليمن وصولا إلى أواسط الأراضي اليمنية. إذن استقرت هذه الحالة المدارية الآن، منخفض مداري عميق
يؤثر على مناطق سلطنة عمان وبحر العرب. هذا المنخفض المداري العميق من المتوقع أن يدخل إلى داخل الأراضي العمانية خلال الساعات القليلة القادمة، جالبا كميات كبيرة جدا من الأمطار. هذه الحركة لهذا المنخفض المداري العميق بطيئة للغاية، وبالتالي كميات الأمطار المرافقة له تكون كبيرة جدا، قد توازي ما حدث في أعاصير أحيانا ضربت نفس هذه المناطق سابقا، وذلك بسبب البطء الكبير في حركة هذه الأنظمة أو في هذا النظام المداري الذي مصنف حاليا بأنه منخفض مداري عميق. تجدر الإشارة بأن هناك مراقبة حثيثة في حول إمكانية تطور هذا المنخفض المداري العميق إلى عاصفة مدارية قبيل دخولها إلى داخل الأراضي العمانية واليمنية. بشكل عام الأجزاء الغربية من الأراضي العمانية والأجزاء الشرقية من الأراضي اليمنية هي تحت المجهر لتعرضها خلال الساعات القادمة لكميات استثنائية وكبيرة جدا من الأمطار، كفيلة بأن تجعل جميع هذه المناطق عرضة لتشكل السيول الجارفة وارتفاع كبير في منسوب المياه وأيضا تشكل الفيضانات. ندعوكم دائما إلى تحميل تطبيق دقس العرب وزيارة موقعنا الإلكتروني في تغطية حية ومباشرة لهذا الحدث المداري الهام في بحر العرب، كما ندعوكم دائما إلى متابعة نشراتنا الدورية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.